هو من بين ضحايا الفيضان. سوء حظ أحدهم هو هدية لآخر. تتغذى عظاءات الصحراء على الحشرات المحتضرة، ثم عند هبوط الليل ينتظر ألف فم الانضمام إلى الوليمة. يمتلك هذا النوع من القوارض شهية مفترسة، وهو ليس الوحيد الذي نجا من العاصفة. اتجهت قطة الرمل نحو الجراد، لكن هذا القارض كان هدفها. تعبر الأيام المعشبة بسرعة في الواحات المتقلصة، وتسترد الصحراء سيادتها. حتى قلب الكثبان مليء بربيع الحياة. تتفتح زهور برية من الرمال القاحلة وتغذيها من الأمطار، وكل جوف مليء بالمياه يباهي بالرقع الخضراء. حتى هنا توجد أفواه تتغذى بشراسة مستغلة ذلك، لأن أيام الربيع ستمر بسرعة. عادت شمس الصحراء وتلاشت عظمة الفصل الهشة، وعادت الحرارة المهلكة على كل المخلوقات كبيرة وصغيرة عبر بحر الرمال. وبقدوم الحياة الجديدة آن الأوان لجراء ثعالب الفنك لمواجهة العالم بمفردها. من اليوم فصاعدا سيأتمن آباؤها عنايتها إلى الصحراء العظيمة. شاهدت الصبور والجبار، وبالنسبة إليها فإنها حياة واحدة مختلفة قليلا عن البقية. عالمها واسع والطريق مملوء بالخطر. أبطالها سيجدون مأوى في ذراعيها، لكن المتمردين والمفقودين
ستقودهم إلى بيوتهم إلى ما وراء الكثبان.